كيفك رامي؟ كيف صرت؟ أحسن بكثير. عظيم. إيه الحمد لله. إنه منين إجتوا هالشغلة؟ من هو وصغير نقطة ضعفه الوحيدة الإذن الوسطى. أقل رشح بصيبه رأساً بصب على إذنه. وجع الإذن صعب كثير، ما بتتحمله جبال. عمو عم تتوجع؟ عمو رامي عم تتوجع؟ رامي! نعم، شو في؟ عم تتوجع؟ من شو؟ من إذنك. إذني إيه، شوي شوي. نفير أستاش كان متعطل تماماً، لدرجة إنه حالته استفحلت جداً وبلشت تأثر على سمعه. نفير أستاش؟ إيه نعم. إيه يا نعيمي، هي الإذن وهذا نفير أستاش وبيقولوا له قناة أستاش، من هون بيدخل الهواء، وبس تنسد هي نتيجة الرشح أو المي بيخف السمع وبيصير الواحد أطرش. يعني مثل بيتهوفن. بهالحالة ناقص تجيبوا له البيانو. ولي علي، يعني أطرش؟ رامي رامي حبيبي. ايه شوفي شوفي. شبعت؟ أكل إيه؟ دراسة لا. بيقولوا اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، ورامي مثل ما هو واضح من الصنف الأول مو من الثاني، وهذا مو غريب أبدا، لأن من شابه أباه فما ظلم. يعني أنت كمان نفير أستاش عطلان عندك؟ أي ماما. أي خير ماما؟ شبك خير؟ في شيء؟ ما بعرف، راسي عم يفتل وأدنية عم توش وعيوني عم تزغلل. رامي